everybody get your fucking hands up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات فارس الكورة. ملخص الجولة 16 من البريمير ليج. الصراحة كانت جولة غريبة جدا وكلها مفاجآت، 5 انتصارات للخمسة الكبار. ولكن الغريب في الموضوع بتشوف مانشستر سيتي بتكسب وولفرهامبتون بضربة جزاء، ليفربول بتكسب أستون فيلا بضربة جزاء، تشيلسي بتكسب ليدز يونايتد بركلتين جزاء، مانشستر يونايتد بتكسب نورويتش سيتي بركلة جزاء، ليستر بتكسب نيوكاسل يونايتد بركلتين جزاء. مش عارف الصراحة حقيقة، تحس ان الحكام في كل الماتشات متفقين مع بعض. هنمسك ماتش ماتش ان شاء الله وهنتكلم فيه بالتفصيل. انزل حط لايك قبل ما نبدأ، اشترك في القناة لو جديد وفعل الجرس. معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكورة والحديث عن مباريات الجولة 16 من الدوري الانجليزي. فيلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب خلينا نمسك اليوم من اوله ونبدا بمباراه مانشستر سيتي وولفرهامبتون. وولفرهامبتون الصراحه اللي مقدمين حاجه جامده جدا، مقدمين موسم استثنائي في الدوري الانجليزي. بتشوفهم بيرخموا على ليفربول وليفربول بتاخد منهم الماتش في اخر دقيقه، وايضا بيرخموا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، ملعب مانشستر بيرخموا عليهم، ومانشستر بتخطف الثلاث نقط من الماتش عن طريق ركله الجزاء سجلها اللاعب رحيم ستيرلينج ودخل التاريخ وسجل 100 هدف في الدوري الانجليزي حتى الان. بيب جوارديولا الصراحه اللي خلاص الراجل بيمسك الدوري، طالما ركب الدوري خلاص بيدوس بنزين الراجل وما بيشوفش وشه بعد كده تاني خالص تحت، ولا بيشوف اللي تحتيه ولا حاجه خالص. طالما بيب جوارديولا ركب الدوري خلاص بيركب وبيسوق. ولكن ده ما يمنعش ان وولفرهامبتون عملت ماتش كبير جدا. وولفرهامبتون ممكن يكون طرد اللاعب راؤول خيمينيز في اخر الشوط الاول ده برضو يكون اثر عليهم بالسلب. بتشوف اللاعب بياخد انذار وبعد 31 ثانية بالظبط بياخد الانذار التاني وبيطرد ما كملش، فممكن يكون ده برضو اثر على وولفرهامبتون بالسلب. ولكن وولفرهامبتون عملوا مباراة دفاعية بحتة. هجوم مانشستر سيتي كانش قادر يخترق دفاعات وولفرهامبتون، كان بيشكل خطوره، برناندو سيلفا جات له كذا كوره، جاك جريتش جات له كذا كوره، ولكن الدفاع بتاع وولفرهامبتون صعب جدا انك تخترقه. ومن ملعب الاتحاد نروح لملعب الستامفورد بريدج. ملعب الستامفورد بريدج حيث تلاقى فريق تشيلسي على ارضه مع فريق ليدز يونايتد. فريق تشيلسي الصراحه لعب مثلا بتاع 14 جولة في الموسم ما دخلش شباكه غير هدفين، جاي في اخر 3 ماتشات لعبهم دخل فيه 8 اهداف. بتشوفه بيتعادل 3-3 في دوري ابطال اوروبا، والنهاردة بيدخل فيه هدفين، وفي الماتش الاولاني في الدوري الانجليزي بيدخل فيه 3 اهداف قدام ويست هام. فين دفاع تشيلسي اللي كنا متعودين عليه؟ بدأت بقى تطلع مقولات ويقول لك ان غياب انجولو كانتي هو ده اللي بيأثر على دفاع تشيلسي، ولكن الصراحه يعني مش ده دفاع تشيلسي اللي كنا متعودين عليه. توخيل اللي كان معودنا اللي هو بيعرف يقفل ازاي وبيعرف ينزل بياكل الفريق اللي قدامه. ليدز يونايتد الجنب الثاني اسلوبهم فرضوه، انا بنزل افتح، بنزل اهاجم، ما بشيلش دماغي بالدفاع. فانت لولا ركله الجزاء اللي انت خدتها في اخر دقيقه ولا اخر دقيقتين انت كنت ممكن النهارده تطلع من الماتش خسران 2، كنت هتطلع متعادل وكسبان نقطه. فين تشيلسي اللي كان راكب الدوري؟ فين توخيل؟ فين الفريق ده كله؟ ناس ياما بتتكلم على فريق تشيلسي والاصابات رجعت. يعني فريق تشيلسي اصلا ايام ما كان عنده اصابات كان بيسجل بال7 وبيسجل بال5 وبيسجل بال6، لا ده انت الاصابات رجعت، بدات انك ايه مستواك ينزل، بدات انك ما تحافظش على الكلين شيت، بدات انك بتكسب بركلات جزاء وبتكسب بصعوبه. فانا اتمنى عوده تشيلسي اللي احنا عارفينه. ومن ملعب الستامفورد بريدج نروح على ملعب الانفيلد، ليفربول استون فيلا على ملعب انفيلد. الحلو في الماتش بقى ستيفن جيرارد مدرب استون فيلا ولاعب ليفربول السابق. واتفرج بقى على التعظيم والتحيه والاستقبال بتاع جماهير الانفيلد للاعبهم السابق الابن الروحي ابن ليفربول ستيفن جيرارد. ستيفن جيرارد اللي ممكن ان انت تشوفه ان هو اخذ خطوه كبيره عليه ان هو راح الدوري الانجليزي يدرب فيه، ولكن الراجل ما راحش مع فرقه كبيره، الراجل بدا مع فرقة صغيرة
طموحها ان هي تبقى في الدوري الانجليزي. ستيفن جيرارد الصراحه مقدم مباريات كبيره جدا مع استون فيلا، الراجل عمل ماتش جبار قدام ليفربول في ملعب انفيلد. يورجن كلوب حب يتفلسف كده شويه، بتشوفه بيلاعب ساديو ماني راس حربه. اول مره اشوف يورجن كلوب بيلاعب ساديو ماني راس حربه. طب ما انت عندك جوتا، عندك فيرمينو، عندك اوريجي، اشمعنى ساديو ماني بتلعب راس حربه وبيلعب تشامبرلين مكان ساديو ماني على الشمال؟ فالاسلوب ده ما جاش معاه صح، ما ركبش. حتى هو في الشوط الثاني نزل جوتا، الاسلوب ما نجحش معاه. محمد صلاح بيسجل الهدف ال14 ليه عشان يكون هداف الدوري باكتساح. محمد صلاح عارف ان الموسم ده غير اي موسم، عارف ان الموسم ده سباق هداف الدوري فيه هيكون صعب جدا عليه، خصوصا ان انت معاك صواريخ شبه كريستيانو رونالدو، شبه لوكاكو، شبه جيمي فاردي وغيره من اللعيبه. جوتا بينافس معاك، ماني بينافس معاك. فصلاح عارف ان انا لازم كل ماتش سجل لي جون ولا جونين. النهارده الراجل بتشوفه بيكون ماكر شويه، بيكون لئيم شويه، وبيعرف يوقع المدافع في الفخ ركله الجزاء، وبياخد ركله الجزاء والراجل بيخش بكل ثقه بيحط الهدف عشان يجيب الثلاث نقط لفريق ليفربول. محمد صلاح زي ما قلت لكم عارف قيمه الموسم ده، وعارف ان انا لازم كل ماتش اسجل فيه. فالراجل انقذ فريقه كالعاده وانقذ نفسه كالعاده وسجل هدف، خصوصا ان كريستيانو بيسجل في نفس اليوم. وفي النهايه مبروك لليفربول ومبروك لجماهير ليفربول. ومن ملعب ليفربول نروح لملعب نورويتش سيتي. مانشستر يونايتد بيقابل نورويتش سيتي اللي بيعاني في الدوري، خلاص بيصارع على الهبوط، فيعتبر ماشي، هنقول المستوى ماشي يتحسن شويه. مش هنقدر نحكم على المدرب الجديد من اول من راجل لسه جاي جديد، ولكن كريستيانو كالعاده الراجل ده هو برضو اللي بينقذ مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد هربوا من فخ الهزيمه، من فخ التعادل قدام نورويتش سيتي. ركله جزاء سجلها كريستيانو رونالدو بيدي الافضليه لمانشستر، بيدي 3 نقط لمانشستر مهمين جدا عشان يخليهم بيصارعوا على المركز الرابع وبيصارعوا على التوب فور. ولكن انا ما كانش نفسي ان انا اطلع اقول الكلام ده، انا كان نفسي اطلع اقول ان مانشستر اكتسحت نورويتش سيتي، فازت بسهوله، اخذوا 3 نقط، كريستيانو سجل له جونين، جرينوود سجل، برونو فرنانديز صنع كالعاده. يعني نورويتش سيتي اللي رايح واللي جاي بيعلم عليهم وبيخسرهم وبيديهم على قفاهم والدنيا بصوا سلاح مداح معاهم. فاني مانشستر صعب الماتش على نفسه، ولكن في النهايه المطلوب الثلاث نقط هم اللي مطلوبين. ارسنال بيعود لسكه الانتصارات مره اخرى بعد الخساره من مانشستر والخساره من ايفرتون. ارسنال النهارده بيكسب ساوثهامبتون 3-0 في مباراه ظهر فيها اللاعب لاكازيت بعد غياب، ظهر فيها اوديجارد، ظهر فيها صراحه ارتيتا بمستوى حلو جدا، وده المنتظر من فريق ارسنال. ارسنال اللي مكانها المفروض تخلص مركز رابع، تخلص مركز ثالث. ارسنال فريق كبير وهيذل فريق كبير. طبعا توتنهام ما لعبتش الماتش لان في 8 لعيبه من توتنهام مصابين بالكورونا، فتوتنهام ماتشها اتاجل. ايفرتون بتخسر من كريستال بالاس اللي عاملين موسم استثنائي. ايفرتون اللي خلاص مدرب بنتيز على ما هو خلاص ماتش كمان ولا حاجه هتلاقيه الفريق بيعلن اقاله المدرب بنتيز وبيعينه مدرب جديد. المدرب الصراحه اللي احنا كنا منتظرين منه اداء كبير جدا في الدوري، ولكن الراجل بيعاني بشكل كبير جدا. كلنا عارفين ان الفوز اللي هو فازه على ارسنال كان فوز كاذب. في النهايه مبروك لكل فايز، هارد لك لكل خاسر، وهي كده لازم اسبوع واحد فايز واسبوع واحد خاسر. الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في قمم منتظره في الدوري الانجليزي هنتابعها معاكم اول باول. لو عجبك الفيديو حط لايك، اشترك في القناه لو جديد، وفعل الجرس، ونشوفكم في حلقه جديده.